منظمة الأمم المتحدة في مصر ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع بالتعاون مع التلفزيون المصري يقدمون مصرنا بكرة أحلى. سلامة يا أستاذ عامر. الله يسلمك، متشكر جدا على التوصيلة. أنت متأكد أنك هتعرف توصل المكتبة؟ أيوة ما تقلقش، أنا عايز أروح هناك لوحدي، وبعدين يعني لو تهت شوية إيه اللي هيحصل؟ أهي فرصة أتفرج على البلد وأتعرف على ناس أكتر. أنت معاك تليفوني ها؟ دلوقتي يا ريس سعداوي لازم تكلمني، إحنا بقينا أصحاب. وعشرة كمان، ما تنساش اننا بقالنا 6 ساعات راكبين مع بعض في عربية واحدة. شكرا يا ريس، سلام. مع السلامة يا أستاذ عامر. بس يا سيدي أخد لي بالك، ودي كانت حكاية الصالون اللي قفلته في سوهاج، وده كان سابع صالون أقفله. ما هو أصلي محدش بيحب المنافسة، كل ما افتح في حتة تقابلني مشاكل. أخد لي بالك، مرة الصحة تقول لي حاجتك ملوثة، ومرة الجيران يشتكوا من صوت الكاسيت العالي اللي كنت مركبه في الصالون عشان أجذب الزباين من الشباب. ده يا راجل في مرة واحد قدم فيا شكوى قال إيه؟ عشان بتكلم كتير، مع إن كلامي قليل خالص. طب تصدق بإيه؟ أنا أكتر حاجة أكرهها الرغي والكلام اللي ملوش لازمة. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل اتفضل يا سيدي. ها، شعري ولا دقن ولا تظبيط حواجب؟ لا 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 لا، أنا مش عايز أحلق. تبقى أكيد عايزني في مهمة خارجية. ثواني أخلص الرصين اللي عندي دول وأجي معاك على طول. الصغنن بقى كمل 7 أيام ولا لسه؟ واضح إن حضرتك فهمتني غلط، أنا بسأل عن مكتبة الطفل، أوصلها إزاي لو سمحت؟
وسيادتك بتشتغل ايه؟ انا باحث اجتماعي. مش حلاق يعني؟ لا لا لا. طب كويس كويس خالص، اصلي لازم تعرف ان الاطفال في المدينة دي كلهم تبعي، من ساعة ما بيبقى عندهم 7 ايام لغاية ما يكبروا. ده انا يا استاذ مربي زباين عندهم دلوقتي 40 سنة، بس يا اخي بعد ما بيوصلوا للسن ده ما عادوش بييجوا، تعرفش ليه؟ استنى، انت غيرت الموس يا استاذ محلاوي. اشهر من نار على علم، وانتشار دولي في كل مدن مصر. بس تعالى هنا، تعالى، ايه غيرت الموس دي؟ ايوه انا قصدي. قصدك ايه يا استاذ؟ ما تسيبونا نشوف شغلنا بقى. استنى يا ريس، هو المفروض يغير الموس ليه؟ الموس المستعمل من اكتر الحاجات اللي بتنقل الامراض، واخطرها مرض نقص المناعه الايدز، وفيروس الكبد الوبائي سي اللي بيسبب مرض التهاب الكبد الوبائي. الامراض دي بتتنقل عن طريق الدم، وعشان كده اي ادوات يجي عليها دم ممكن تنقلها، زي ادوات الحلاقه او معدات طب الاسنان. فيروس سي؟ انا مش شايف اي سي على الموس. شايف حاجة يا معلم؟ طب المرض ده خطير يعني؟ طبعا، ده ملوش علاج ومنتشر في مصر بنسبة عالية، وممكن يؤدي للوفاة. يا أمّا، ايه ده يا اخي؟ ده حيلك حيلك، وفاة ايه وبتاعه؟ سيبنا لكم مصر كلها وجينا أسوان، عايزين مني ايه بقى؟ اروح السودان بعد كده ولا ايه؟ خلاص مش جاي معاك محلاوي. امر يا معلم. حط موس جديد يا محلاوي، الواحد ملوش غير صحته. ربنا يخليك لينا. سلام عليكم. مع السلامة. لو سمحت، ما تعرفش فين مكتبة الطفل؟ اركب وحوصلك. شكرا. يا سلام يا سلام، ايه الحلاوة دي؟ بكر احسن واحد بيرسم فينا. بكر احسن واحد؟ وانت تفهمي ايه في الرسم؟ اكيد اكتر منك. وبعدين بقى خلاص يا جماعة، انا ابتديت احس اننا في المدرسة، هو المفروض اننا في اجازة. يعني ايه يا حسونة؟ يعني نلعب. ما احنا لعبنا كورة واستغماية واتمرجحنا واتزحلقنا، نرسم بقى شوية. بقول لك ايه يا بكار، انا خلصت رسمتي وعايز العب. ها، ايه ده يا حسونة؟ ايه في ايه؟ ها ايه ده؟ بكار وده همام وده بقى اكيد فارس. ظريفة قوي. يا ولاد، في ضيف جاي يزورنا النهاردة وعايز يكلمكم في موضوع مهم جدا. اقدم لكم الاستاذ عامر، صديقي وزميلي في الجامعة، وجاي من القاهرة مخصوص عشان يقابلكم. ازيكم يا ولاد؟ الحمد لله. على فكرة انا تعبت جدا لغاية ما وصلت لكم، ركبت قطر وميكروباص وعربية نقل، وفي الاخر راجل طيب وصلني بعربيته لغاية المكتبة. بس الرحلة بتاعتي كانت ظريفة، اتعرفت فيها على ناس كتير وعرفت حاجات عمري ما كنت هعرفها لو كنت ركبت طيارة وجيت على طول. استاذ عامر. ايوة. انا عايز اقول لحضرتك حاجة، احنا في اجازة يعني مش عايزين ناخد حصص. إيه انت اسمك ايه؟ اني حسونة. ما تقلقش يا حسونة، انا مش هديكوا حصة ولا حاجة، انا هكلمكوا في موضوع، واللي هيقدر فيكوا يساعدني يساعدني. ما تقول كده من الاول. طبعا عايز ترجع، ويا مسكين ما معكش 8 تذكرة الطيارة. انت ظريف جدا. ها؟ لا يا سيدي شكرا، انا معايا فلوس والحمد لله، وممكن اسلفك كمان لو تحب. متشكر خالص، اني ما بسلفش من حد. اني حسونة. امال ايه؟ انا باحث اجتماعي وعايز اكلمكم عن اهداف الالفية للتنمية. في سنة 2000 وفي مقر الامم المتحدة مع بداية الالفية الثالثة، اجتمع قادة كل دول العالم الاعضاء في الامم المتحدة، واتفقوا على توحيد جهودهم لتحقيق السلام وحقوق الإنسان، ومواجهة كافة أشكال الفقر لتحسين حياة الناس في العالم بأكمله. واتفقوا كمان على مجموعة من الأهداف المحددة تعهدوا أنهم يحققوها على سنة 2015،
يعني بعد 10 سنين من دلوقتي. وإيه هي الأهداف دي؟ خفض الفقر في العالم بمقدار النصف، ضمان تحقيق التعليم الابتدائي للجميع، المساواة بين الرجل والمرأة، تقليل حالات وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمهات بنسبة كبيرة، وقف انتشار الأمراض الرئيسية اللي بتهدد صحة الإنسان زي الإيدز والملاريا وفيروس التهاب الكبد الوبائي سي، الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، تأسيس شراكة عالمية من أجل التنمية، يعني كل دول العالم الغنية والفقيرة يتعاونوا عشان تحقيق الأهداف، والكل التزم بالاتفاقية ومصر وقعت عليها. يعني المفروض إن مصر في سنة 2015 تحقق الأهداف دي. يعني مصر في سنة 2015 مش هيبقى فيها فقر ولا جهل ولا مرض، وهيبقى في مساواة بين الأولاد والبنات. أها إزاي يعني؟ لا لا لا، دي تبقى حاجة صعبة خالص. لا مش صعبة. طب إحنا ممكن نساعدك إزاي؟ أنا زي ما قلتلكوا يا أولاد باحث اجتماعي، بشتغل مع وزارة التخطيط، وبساعد في كتابة تقرير عن تحقيق أهداف الألفية في مصر، وعشان كده أنا ناوي أزور الصعيد كله. إيش معنى الصعيد يعني؟ ما تشوف ناس في بحري. معظم المشاكل اللي بتعوق تحقيق الأهداف في مصر موجودة بشكل أكبر في الصعيد. في أهداف بتتحقق بسرعة وفي أهداف بتتحقق بشكل مقبول، لكن إحنا محتاجين ندي دفع للصعيد، وعشان كده أنا عايز أشوف المشاكل بعناية. أنا النهاردة مثلاً وأنا بلف في بلدكو اكتشفت إن في حلاق ما بيغيرش الموس اللي بيحلق بيه للناس. الراجل ده بينشر الأمراض وبكده بيساهم في تأخير تحقيق الأهداف. حد فيكو عنده مشكلة تانية أو يعرف حد عنده مشكلة؟ زي فقير جداً مثلاً ومش لاقي شغل، بنت باباها مش عايز يوديها المدرسة، حاجات من النوع ده؟ في مدرسة في بلدنا مليانة أولاد، ممكن كل واحد فيهم يكون عنده مشكلة أو عارف حد عنده مشكلة. والميزة إن الولاد دول من بلاد كتير وكلهم في مدرسة واحدة. بكار 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 بكار. الشمس عروسة جميلة بتحب تلم العيلة وبتعمل ميت الليلة لما تشوف الحلوين. خطويك السما حرساها حتمد بالمد معاها، حتهدي حنستناها أمال حندلع مين؟ يا ابو كف رقيق وصغير وعين فنان محتار، يا ابو ضحكة وصوتها في قلبه يضوي ألف نهار، يا ابو كف رقيق وصغير وعيون فنان محتار، يا ابو ضحكة وصوتها في قلبه بيضوي ألف نهار.